مجيد. فجعلناه في قرار إلى قدر معلوم. إلى قدر معلوم. شوف يا ناصر يا حبيبي، أبي كنت كنا نستاك الشهر ما شاء الله عليه، جاء من بيت يصلي. يلا الحين كل واحد يروح بيتهم يصلي مثل قبل يركض. يلا نشوفكم إن شاء الله بكرة. يلا سلام عليكم. جزاك الله خير، سلام على الوالد. جزاك الله خير، نشوفك إن شاء الله بكرة. يلا سلام. ما شاء الله على حمد، شاب خلوق ومواظب على النوافل، يا ريت كل الشباب نفسه. التزامات، خلنا نروح البيت الحالة. بس اكل المسجد واروح، انا ملزوم بهالمسجد الله يهين. يا شيخ توني من البيت، خلنا اصلي باقي بس 299 ركعه. شنو 299 يا اخي؟ تاخر الوقت بحال اخر، خلاص روح بيتكم يا اخي، لا تفهم معنا العباده غلط. خلاص روح كمل صلاتك في بيتك، كمل الصلاه صلاه البيت. لا لا انا لا اصلي الحين، بصلي. لا 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 هاي الناس فاهمين الاحسان غلط، عبالهم احسان بس العباده، ما يدرون في احسان الاخلاق واحسان المعاملات واحسان المعاشرات. الله يجزاهم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دكان ها؟ لا تعيد. الله يعين الوقت. اذكر ربك انت، اذكر ربك. من متى يعني؟ هذا 10 دقائق 5 دقائق. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم. اخباركم يا شباب؟ بخير الحمد لله. كاملين؟ وين يوسف مصر؟ كالعاده متاخر. يمكن عندي عذر. ما علينا، خلينا نبتدي الدرس الحين. كتابة كتابة. وين انت شوفه؟ وين كتبك؟ كتبي في البيت. اوف نسيت كتبي في البيت. زين انت كذا، ليش اللي ماخذك اليوم بعد؟
ستدري قيام بلاير صار طولت خلاص راح تلاقي لوب والدوم كذا تعال 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 سريع. أديلكم نصيحة لكم عموما وليوسف أخونا بالضبط أقول قول يا شباب لا حد يفهم الدين غلط بعضكم فاهم الدين غلط بعضكم فاهم إن الدين عبادة بس المسجد لا خذوا النصيحة هذه مني الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فرسول ما وصل بس في مسجد وقرأ القرآن وسمع حديث لا أمرنا بالإحسان إلى كل شيء حتى أبوينا ونفسي وأهلي حتى الحيوانات الله يعزكم الله ورسوله أمرنا بها فأوصيكم وأوصي نفسي إن لا أحد يتعصب إلى شيء ولا أحد يتوهق ولا أحد إن شلون يحصل نفسه على شيء ورفقة خذوا نصيحة أكررها لكم الرفق وما وضع في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه جزاك الله خير الحين نكمل درسنا كتب 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 كتب